ما هو نفس الرقم. نورة من الوادي، مرحبا يا نورة. نورة. ألو. مرحبا يا نورة، تسمعيني؟ أي أسمع. طفي التلفاز واسمعيني من التلفون. السؤال يقول: من هو الصحابي الذي ورد اسمه صحيحا في القرآن الكريم؟ من هو الصحابي الذي ورد اسمه صحيحا في القرآن الكريم؟ عبد الله بن مسعود أم زيد بن حارثة؟ عبد الله بن مسعود أم زيد بن حارثة؟ عبد الله بن مسعود. متأكدة؟ لا لا، زيد بن حارثة. ثبتي، ترى الوقت بيخلص، الوقت كالسيف تقطع قطعك. ها؟ زيد. أكيد أكيد. ألف مبروك يا نورة، زيد بن حارثة، نورة من الوادي. طيب حنا الوقت دهمنا، نسحب لكم الحين من التاق على السؤال اللي يقول: من هو الصحابي الذي لقب بداهية العرب؟ علشان نكون منصفين معكم في الاتصالات وفي السحب من التاق. طيب ما شاء الله كله عبد الله بن الزبير، تستاهلون. طيب من هو الصحابي الذي قبل بداية العرب؟ عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، ما شاء الله. كاشات اتصال طلعتكم على الشاشة. الرقم اللي طلع لك الآن هو الثابت عندنا نهاية البرنامج. الرقم اللي طلع لك على الشاشة الآن هو رقم، أعطيك يوم الأخير، هو رقم القناة طول. خلاص أي برنامج يجي هو الرقم هذا، احفظه عندك وسجل الرقم عندك. نسحب. من هو الصحابي الذي ولقب بداهية العرب؟ سؤال التاج: من هو الصحابي الذي ولقب بداهية العرب؟ من هو الصحابي الذي ولقب بداهية العرب؟ عمر بن العاص، عبد الله بن الزبير. والله معلق معي حتى أنا. هذا التاج الثالث يا الربع، السحب من التاج الثالث. طيب السحب 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 السحب. عمرو بن العاص، خلينا نتأكد. نعم، استغفر الله، الفائز معنا في التاج. السؤال الاتصال جاهز، عمرو بن العاص جاوب على السؤال: من هو الصحابي الذي لقب بداهية العرب؟ ركان من نجران، مرحبا يا أهل نجران. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا ركان. الله يبقيك، ايش حالك؟ طيب الله يعافيك. طيب جاهز للسؤال؟ جاهز. ما هي السورة التي يطلق عليها سورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي السورة التي يطلق عليها سورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سورة المدثر، سورة التحريم. في سورة في القرآن الكريم يطلق عليها سورة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة المدثر أم سورة التحريم؟ جاوب يا ركان، الوقت. أعد السؤال. ما هي السورة التي يطلق عليها سورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سورة المدثر أم سورة التحريم؟ سورة التحريم. ها؟ سورة التحريم. أثبت، أخلص. سورة التحريم. أثبت على التحريم. إيه، ثبت والإجابة صحيحة. ركان من نجران، سورة التحريم. سورة التحريم، ركان نجران، سورة التحريم. نعم، الإجابة الصحيحة سورة التحريم. طيب طيب، مرحبا يا بيسان من نجران، من الرياض. انا علقت على نجران، التصوير يوم كلهم من نجران. مرحبا يا بيسان، اعطوني اسم صح عشان ما غلط معهم بعدين. تسمعين يا بيسان؟ ايه. اسمك بيسان؟ بيسان البستان. بيسان تسمعيننا؟ أبو.
يا بسان اسمعينا من من التليفون، طفي التلفاز واسمعي من التليفون. الصوت بعيد. الصوت بعيد؟ طفي التلفاز طيب. طفيت. طيب تسمعيني الحين؟ ايوه. ماذا يطلق على اول الليل؟ ماذا يطلق على اول الليل؟ غسق ام ظلمه؟ اول الليل يعني المغرب مع بدايات المغرب كذا يسمى غسق ولا ظلمه سوداء؟ يا بيسان. ايه. ها وش يطلق على اول الليل؟ غسق ولا ظلمه؟ اول الليل يعني مع المغرب كذا. الاجابه الاولى. غسق. ايوه. متاكده؟ ايوه. والعين ما شاء الله ما في ولا واحد خطا. الف مبروك غسق. وبيسان من رياض جاوبت الاجابه الصحيحه غسق. خلينا نشوف عاد في وقت، خليناكم على اخر شيء، يا اتصال يا تاج. طيب نعطيكم السؤال الاخير على التاج، سؤال اخير كلكم ركزوا على التاج. اللي ما اللي اتصالات خاص وقفناها، مثل ما قلت لكم الاتصال الليله او الرقم هو ثابت في القناه، يعني احفظه حق بكره وبعده الى ما لا نهايه. طيب السؤال يقول، عندي سؤالين خلينا نشوف ما هذا طلعت كمان. طيب ما هو اسم باب الجنه الذي يدخل منه الصائمون؟ ما هو اسم باب الجنه الذي يدخل معه الصائمون؟ باب الريان او باب الذكر؟ ابدأوا سجلوا في تاج الروشن 5. ما هو اسم باب الجنة الذي يدخل منه الصائمون؟ جعلنا وياكم إن شاء الله من يدخل مع هذا الباب، باب الريان باب الذكر. باب يا الربع مثل ما قلت لكم اتصال على الأرقام الطالعة الله يعافيكم، لا حساباتي الشخصية ولا حسابات القناة الشخصية ولا الأرقام الشخصية حقت، كل شيء على الرقم اللي طلع لكم أو التاج اللي نقول لكم الإجابة نسحبها منه. طيب على بال ما نجهز لكم إن شاء الله اللهم صل وسلم استغفر الله. نعم هذا حق التاج الفايزين معنا. طيب طبعا يا الربع السؤال الاخير اللي بنسحب عليه السؤال الاخير حق التاج، لا تنسونا ترى ما سحبنا ثلاثه باقي واحد. ما هو اسم باب الجنه اللي يدخل منه الصائمون؟ ما هو اسم باب الجنه؟ طيب ما هو اسم باب الجنه اللي يدخل معه الصائمون؟ سجلوا باب الريان قصدي يلا باب الريان باب الذكر. ما هو باب طيب رعاة اللي يعطونكم الهدايا عسل تذواق لجميع انواع العسل، هذا هو عسل تذواق، هذا الباكج يصل كامل عسل تذواق انواع العسل الفاخر، حساباتهم موجوده امورهم كلها موجوده، وايضا احلى كلام للاتصالات. تعال هنا يا مخرج خلينا اوريهم الجوال، احلى كلام للاتصالات هذه ان شاء الله انكم الفايزين. وهذا ايضا براند جود للعطور، عندهم باكجين او عندهم بوكسين، وايضا بنش الهوب للعود والمزادات والله يوفقنا اياكم. طيب خلينا نسحب على اخر واحد اللي هو التاج السؤال، من هو او عفوا ما اسم الباب الجنه اللي يدخل معه الصائمون؟ ما اسم باب الجنه اللي يدخل معه الصائمون؟ ما اسم باب الجنه اللي يدخل معه الصائمون؟ قلنا لكم الريان او الذكر. باب الريان 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 باب الري
دبليو باب الريان. وهذا اخر سحب معنا الليله على من التاج. الفايز من التاج الاخير حسابه دبليو راح يتواصل معك ان شاء الله. الشيء الاهم انك اذا اتصلت قبل تقفل الاتصال يعني عفوا يعني ما تاخذ الاجابه اقول لك الاجابه صح. انا يعني اذا الحين كيف يعني انت اتصلت وقلت لك اجابه صحيحه لا تكفي على طول خلي الاعداد ياخذون رقمك علشان اذا ان شاء الله صرت مع الفائزين يكون الرقم موجود عشان يسهل علينا طريقه التواصل. الله يعافيكم ان شاء الله. طبعا احنا يوميا من 8 الى 8:30 48 حسب ان شاء الله الوقت ونسحب في نهايه الحلقه على 10 فائزين معنا، فائزين بالجوال، فائز من التذواق العسل بجميع انواعه او بنشيل هوب العود او جود براند جود للعطور. وان شاء الله كلكم فائزين معنا. امس فاز معنا بالجوال سميحه واليوم الله اعلم. طبعا احلى كلام دايم ان شاء الله يقدم لكم حتى الشيء اللي يرضيكم باذن الواحد الاحد. وايضا المتاجر الموجوده كلها تقول حنا نعطيهم يقولون حنا بس الجوائز خذوها اعطوهم اياها بدون اسئله بدون شيء. قلنا طبعا انتم تقدمون اكثر وهم يستاهلون، لكن هذه اليه الفقره واليه المسابقه ليكون هناك ان شاء الله فيه انصاف للجميع. الحين ان شاء الله بنسحب على العشره اللي خذوا معنا اليوم اتصالات. عفوا كم اتصال اليوم؟ اتصال اليوم حنا خذينا 14، 10 منهم بيفوزون معنا ان شاء الله من التاج ومن الاتصالات. واللي محالف الحظ مثل ما قلنا لكم يحالف الحظ ان شاء الله بكره بعده. يعني في شخص من الاشخاص الظاهر على ما اتوقع فهد انها اتصل امس او امس ولا احد مسك الخط، واليوم اتصل ومسك الخط معه. يعني لا تقطع الامل. ومثل ما اقول لكم اعيد واكرر، الرقم اللي اليوم طلع على الشاشه هو الرقم الموجود معنا الى نهايه البرنامج، والرقم الموجود في القناه على طول البرامج السابقه واللاحقه باذن الواحد الاحد وحنياكم الحيين. الرقم هذا بيكون ثابت. يعني قبل نسحب لاني بسحب وبختم على طول الاتصالات او الاجابه او شيء على الرقم فقط او على التاج. يعني حسابات القناه الشخصيه او حسابات المعدين او حساباتي الشخصيه ما لها دخل، ولا احد يقول اني جاوبت صح ولا احد سحب على اسمي ولا سمعنا يعني شيء. لا، التاج روشن 5 6 10 الاخر او الجوال او الرقم اللي يطلع لك على الشاشه. الان نسحب على 10 من 14 متسابق، 14 متصل اليوم اتصلوا علينا، منهم 4 نقول لهم حظ أوفر و10 نقول ألف مبروك. يا ترى من المتسابق أو من الفائز الثاني بالجوال؟ أمس كنا سميحة من أبها وعلى أتوقع أن تواصلوا معنا، أو إذا ما تواصلوا معنا يرجعون يحطون رقمهم عند القناة مرة أخرى. ف يعني نقطة نبه عليها، إذا اتصلت لا تقفل الاتصال عشان ناخذ رقمك عشان ما نقع في حرج معك بعدين ولا نقدر ناخذ رقمك، لأن رقمك أول ما تتصل ناخذ اتصالك عشان الوقت، وبعدين تنزل الرقم عشان إن شاء الله إذا فزت معنا تاخذ جائزتك وتوصل لك في المكان اللي أنت فيه. انطر بس الفايزين. الله يوفقنا وياكم وكلكم فائزين. طبعا المتاجر معنا الى نهايه البرنامج ونهايه فقره مسابقه جمهور روشن موجوده معنا، وايضا ان شاء الله تعجبكم سلعهم وتتواصلون معهم فيما بعد وتكونون ان شاء الله من عملائهم، لانهم جوده وثقه وتميز. ولا جبناهم والرعاه كثير، لكن من غير قصور فيهم حنا اخترنا لكم الشيء اللي ان شاء الله يبيض بالوجه، وهم صراحه بيضوا بالوجه وكانوا عند وعدهم وكانوا يعني في كل شيء معنا صادقين. الله يوفقنا وياهم يرزقهم من حيث لا يحتسب. 10 هدايا كل يوم ناخذ 10 هدايا. طبعا الجوال ثابت يوميا، جوال واحد او عفوا جوال واحد، والجوائز الاخرى من المتاجر الاخرى، عسل تذواق لجميع انواع العسل وبراند جود للعطور، وايضا بنش الهوب للعود والمزادات. ف
أنتم فايزين كذا ولا كذا فايزين، والمسابقات إن شاء الله متتالية والأمور الطيبة كلها لكم وأنتم تستاهلونها وأنتم الوقود الحقيقي للقناة، وفقنا الله وياكم. خلصوا علينا بالذي نسحب الناس المترقبة، الناس تبي تشوف من الفائز معنا